أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حكومة الظل. أعلنت دائرة الجمارك قبل أيام عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للمواطنين والمقيمين كقاعدة بيانات توثيقية لتنظيم عملية التجارة الإلكترونية. القرار جاء كما تقول الحكومة استجابة لمطالب القطاع التجاري المتضمنة اتخاذ إجراءات عملية لحماية التجار والبائعين والمنتجين الأردنيين من عزوف المستهلكين عن شراء السلع من التجار المحليين وتوجههم للشراء من خلال المنصات الإلكترونية. ووفقا للقرار سيتم إخضاع شحنات التجارة الإلكترونية التي لا تزيد قيمتها على 50 دينارا لبدل خدمات جمركية مقداره 5 دنانير بموجب تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك، وفي حال عدم التصريح عن ذلك يستوفى 15 دينارا. أما فيما يخص البضائع التي تزيد قيمتها على 50 دينارا وتقل عن 100 فينظم بها تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك ويستوفى عن كل فاتورة بدل خدمات مقدارها 10 دنانير. في حال عدم التصريح عن ذلك يستوفى 25 دينارا. اليوم في حكومة الظل سنتحاور حول إيجابيات وسلبيات هذا القرار مع ضيفي في الاستوديو، رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، وسينضم معنا لاحقا خلال هذه الحلقة مدير عام الجمارك عبد المجيد الرحامنة. إذا مشاهدينا دعونا نطلع على هذه الأرقام. تظهر إحصاءات عامة أن حجم التجارة الإلكترونية يقدر بنحو 16% من حجم التجارة الكلي في الأردن، كما تشير التقديرات الحكومية إلى أن عدد الطرود البريدية الواردة للأردن في عام 2018 بلغ نحو 1,360,000 طرد، فيما تقدر حجم التجارة الإلكترونية بحسب التصريحات الحكومية بنحو 300 مليون دينار. إذا مشاهدينا أعود بالترحيب بضيفي خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة عمان، أهلا بك. إلى حين وصول طبعا مدير عام الجمارك السيد عبد المجيد الرحامني، أهلا بك سيد خليل. استمعت إلى المقدمة، يعني كما ذكرنا بأنه القطاع التجاري لم يتوقف عن الشكوى حول موضوع انخفاض مبيعاته بسبب التجارة الإلكترونية. هل تعتقد بأن المواطن سيغير من نمط وطريقته وأسلوبه في موضوع التسوق الإلكتروني ويلجأ للتسوق التقليدي بعد هذا القرار؟ شكرا أخت بيان، بس خلينا نتفق بالأول أنا وياك أنه التاجر مواطن. نعم. متفقين؟ تمام. فبالتالي اليوم لما القطاع التجاري من خلال غرف التجارة ونقابات أصحاب العمل رفع الصوت من فترة من سنتين تقريبا عندما لمسنا أن هناك بدأ أثر سلبي لهذه التجارة، ولم يطلب القطاع التجاري يوما وقف هذه التجارة أو يطلب من الحكومة منعها، لأنه إحنا اليوم يعني عارفين أنه هذا أصبح اليوم واقع ويزداد نمو زي التطبيقات الذكية في التاكسي، فكل هذا كلام يعني جاهل اللي بيعتقد أنه ممكن يوقف. اليوم إحنا بين أمرين ونحكي مصلحة وطنية اليوم زي ما قلت لك البداية، لأنه اليوم في ناس بيعتبر التاجر مش مواطن، أنا بقول لك التاجر مواطن. نعم. كما حق للمواطن يحصل على سلعة بسهولة ويسر اليوم أنا كتاجر شو عندي بديل؟ اليوم هذا طوفان، أنا شبهته بالطوفان. التجارة الإلكترونية هي طوفان. اليوم إحنا في البلد في الأردن عندنا 110,000 مؤسسة تجارية تقريبا أو أكثر، يعني اليوم نحكي عمان لحالها في 110,000 رخصة مهن. نعم. قطاع اللي اليوم اللي بيعاني فعلا أكثر قطاع الألبسة والأحذية، طبعا هدول حوالي 15,000 مؤسسة تجارية غير المستوردين، نحكي على التجزئة. اليوم أمام هذا الطوفان أخت، اليوم التاجر الملتزم اللي بسموه تقليدي أنتو بدفع 50-60% ضرائب وجمارك، بدفع حوالي من 15-20 كلف تشغيلية، إيجارات ورواتب وضمان اجتماعي ورخص مهن، يعني بتحكي من 65-70% فارق عن الطرود البلدية. طرود معفاة، مين اللي بنعفى؟ الناس يمكن مش عارف، مش اللي بنعفى المواطن، اللي بنعفى قاعد الشركة اللي قاعدة في أمريكا وفي الصين. نعم. وفي أوروبا. هل يعقل أنا يعني حتى الإخوان اللي بيشتغلوا بقطاع الآي تي واللي عنده منصات احتجاجهم كان إنه في لوبيات وجشع التجار وفي متنفذين، إيش متنفذين؟ هل يعقل أنا كمواطن أردني أقبل في ظرف اللي إحنا فيه اليوم إنه شركة أجنبية تأخذ الإعفاءات وتجيب لنا طرود على الأردن عشان أقول أنا والله حق ماشي، أنا حقك قطاع تجاري طلبنا بالعدالة، ما طلبنا فرض ضرائب على المواطن ولا رسوم جمركية ولا خدمات جمركية.
احنا طلبنا من العداله واعتقد هذا مطلب شرعي. نعم. اليوم اللي بيقول لك بدنا حرب البطاله، طب ما احنا كل يوم محل بسكر، كل يوم بسكر محلات اخت بيان، بنفقد وظائف. يعني يا بنطلع عليه مصلحه وطنيه يا بنصير كل واحد يدور على مصلحته الشخصيه. ولكن سيد خليل، يعني هل تعتقد بانه بهذا القرار سينعكس ايجابا على التاجر وسترتفع مثلا مبيعاته؟ اشكرك، احنا عشان انا ما يعني نكون واقعيين، احنا طالبنا المنصه او تنظيم هذا القطاع خطوه على الطريق الصحيح، لكن ليست كافيه. واحنا قدمنا احتجاجنا بكتاب رسمي لدوله الرئيس تضمن ملاحظات غرفة تجارة الأردن وعمان والنقابات المعنية، إنه هذا الخطوة إيجابية لكن ليست لا تكفي، لا تحقق العدالة. إما الحكومة تعفي القطاع التجاري المستوردين من هذه الرسوم أو بتحط على الطرود نفس النسبة. ما في حل ثالث، بدنا نجامل بعض ونقول آه خليها. ما هو اليوم تحكي أنت في العالم حوالي 3 تريليون التجارة الإلكترونية، متوقع ب 2021 توصل 6 أو 5 إلى 6 تريليون. هذا شيء مرعب. نعم. اليوم بأمريكا بتتسكر محلات. بس أمريكا ما هي بتصنع البضاعة، فالشركة من يوم ما شريت من عندهم هي تابعة لها. بس إحنا اليوم نستورد، إحنا مش مصنعين. اليوم تاجر بيجيب من تركيا ألبس يعني نحكي سيدات، اليوم في 30% جمرك مع تركيا. نعم. أي حق اليوم الشركة التركية لما تشتري منها أونلاين بتأخذ إعفاء. أنت اليوم كمواطن وكإعلامية هل تقبل ذلك؟ إحنا طلبنا بالعدالة، ما قلنا ضيف على المواطن لا 5 ليرات ولا 10 ليرات. قبل الدخول في تفاصيل هذا القرار سيد خليل، يعني أنت تحدث وقلت بأنه إنشاء مثل هكذا منصة إلكترونية خطوة إيجابية للتنظيم هذه التجارة. نعم، بحاجة إلى إعادة دراسة طبعاً سريعة لتحقيق العدالة. كيف؟ شوفي، إحنا عتبنا كمان على الحكومة أنه لم يتم تشاور قطاع التجاري في هذا القرار. نعم. إحنا دعينا لاجتماع، زملائنا راحوا، فكرنا في تشاور، تفاجئنا أن القرار متخذ وتم إبلاغنا فيه. نعم. وهذه ليست شراكة. كيف غابت العدالة بموضوع انه اليوم القرار؟ الخمس دنانير من الخمسين دينار اخت بيان 10%، انا بدفع 50. اليوم ممكن واحد يجيب قطعه ب10 دولار، يعني 7 دنانير، يجيب لها 7 حبات 49 ويدفع عليهم 5 ليرات، وواحد يجيب قطعه يدفع عليها 5 دنانير. فانا اليوم بدي العداله، انا بدفع 50%، اعفيني منهم وخليني ادفع 10%، نزلي لي الجمرك، خليني ادفع نفس ال5 ليرات. او تفرض على التجارة الإلكترونية أو طرود. وإحنا نحكي على طرود من الخارج. نعم. بعض الناس ظنوا إنه إحنا بنحكي على لا التجارة المحلية، بالعكس إحنا هسه ما نحكي فيها كيف ممكن التاجر لازم يطور حاله. نعم. مش معقول إحنا كغرف تجارة اليوم وكممثلين لهم نضل نطالب بحماية هذا التجار دون أن يطور نفسه. نعم. ضروري العدالة تطوير. نعم. وهذا مطلب شرعي. يعني اللي بدي يناقشنا فيه يطلع لا هي جشع. أوكي، في فرق سعر معروف، ما هو فرق الجمرك والتكاليف. العدالة بتتطلب يكون التاجر الأردني ابن البلد اللي بيشغل الشباب وبدفع ضرائب ورسوم وحاله في الويل، ويلو مالكين المستأجرين القانوني الظالم، ويلو الضرائب، أن يتساوى بالشركات الأجنبية بس. وهذا أعتقد ما في حدا، الصورة اللي طلعت للناس اليوم أي شيء بتضيف الحكومة لو قرش حيقولوا الحكومة الجباية. إحنا صرنا بدنا ندافع عن قرار، القرار يجب أن يتم تنظيم هذا القطاع. إحنا ما قلنا كيف. نعم. اليوم أخذ القرار، يجب فورا الحكومة تشكل حوار مع كل الأطراف، جيبوا شركات الأردنية اللي عندها منصات، شبابنا المبدعين، جيبي ناس تمثل المستهلك، جيبي ناس تمثل التجار والحكومة وشركات النقل السريع، لأنه هي أصلا معنية هي اللي بتنقل. نلاقي حل، نحمي اقتصادنا بالأول. اليوم إذا ضلينا سنة نقول ما هو هذا شيء عالمي، بكرة المحلات عندنا بتسكر كلها، بس عندنا انهيار اقتصادي. إحنا بدنا نضل هاي التجارة شغالة، بدنا الناس. نعم. ولكن السؤال الأهم سيد خليل، يعني ما الذي يضطر المواطن الأردني يعني أنه يروح يشتري أونلاين؟ أنا بحكي لك في أكثر من سبب. أول شيء سهولة الشراء أونلاين، وأنت يمكن واحد من الناس اللي بتشتري أونلاين. سهولة قبل السهولة يعني رخص الأسعار. ما أنا واحدة لجيك لا جايك. نعم. عسير، ما أنت اليوم أكيد في رخص أسعار. أول إشي الشركات اللي برا بتشتري بكميات كبيرة، ومعظم الشركات الأونلاين ما عندها بضاعة، هي بتشتري بتكون وسيطة. وبتعرف أمريكا أو في أوروبا أو بالصين بيكون في سيل، بيكون احيانا تنزيلات خرافيه. ليش؟ لانه في منافسه وفي مواسم. نعم. تيجي تقارنيها هذا معفاه. فمقابل 60% على الاحذيه او 50% على الالبسه، كيف ما بدك يكون في فرق؟ انت احكي لي. فاحنا ما بننكر انه في فرق، هذا احد الاسباب الرئيسيه. بس لكن اليوم اذا بتسال حدا بقول لك والله انا لا اطلع على المول او على جبل حسين ازمه، انا بشتريها باربع ايام بتكون عندي. طبيعي. وبرا كله هيك بصير، لانه اليوم طالب الجامعه ما عندوش وقت، اليوم طالب التوجيهي والصبيه بدها تلبس لسه وتنزل. فهذا شيء السعر، الفرق السعر هو اللي الناس قاعده بتقول التاجر جشع والتاجر
فبالتالي لا في أرباح ممكن في ناس بتبالغ في مبالغة بالأسعار شت شت يعني نحكي على نعم احنا نحكي على 20,000 تاجر. ما أنت أقول لك مشكلتنا وين في الأردن، وأنت بدي أحكي عنك اليوم لو بتقولي خليل جشع كيف تحكم عليه؟ لازم تعرف تكلفتي أخت بيان عشان تقولي عني جشع. إذا عرفتي تكلفتي إنه هاي دينار وبعتها بدينار بتقولي أنت زلمة يعني طمع. هلا بدي اخذ المشكله اليوم باعتبار التكلفه، بدي اخذ بعين الاعتبار الوضع الموجود الاقتصادي للمواطن للبلد. طب انت بتعتقد انه التاجر اليوم ما بتمنى يبيع اليوم عشان يسكر شكات العاليه ويدفع رواتب؟ مر على العيد، شفت العيد اللي مر علينا تاريخ الاردن يا اخوان، ما مر عيد على القطاع التجاري الالبسه زي هذا العيد، الاضاحي تراجعت مبيعاتها. يا اخوان اللي بيعتقد انه التاجر اليوم بسموه يعني جشع وبده يحط 500% هذا بكون ما بيعرف شو بصير في البلد. اليوم التاجر مستعد يبيع بخساره ولا يرجع شكه، مستعد يبيع خساره ولا يقول موظفه ما عندي راتب. احنا في وضع صعب جدا. هذا زمان لما كان في قوه شرائيه وفي سياحه خارجيه والمغتربين بتقولوا والله الماركه العلامه التجاريه هاي لانه ايش الناس تطلبها. اليوم ما ضل مواد غذائية اليوم تنباع أقل من الكلفة. نعم، لا تسيد خليل، يعني إذا بدنا نرجع للسبب الرئيسي لموضوع إنه انخفاض مبيعات التجار هو حالة الركود العام. تمام. وليس موضوع التجارة الإلكترونية. تمام، اليوم في عندي أنا ظرف عام وفي إشي قاعد بزيد الضرر علي. اليوم لما تحكي لي في ركود طبعا في ركود. بس أنت اليوم شو قاعد تسوي فيه كحكومة؟ بدل ما تدعميني تنزلي درجة مبيعات من 16 ل 8 حتى تضخي تخلي قوة شرائية للمواطن تزيد. يخف الانكماش وهذا الوضع، انت قاعد بتقولي لي لا. نسبة التجارة الإلكترونية من موضوع الركود يعني كم تشكل؟ أقل شيء في قطاع الألبسة أقل شيء 25%، حطي عليهم ال 25 أو 30% اللي نازلة فيهم أصلاً التجارة في الأردن. اليوم الوضع يا إخوان خطير، وأنا بقول لما سميته طوفان مش عشان التجار، عشان البلد، لأنه لازم الحكومة تنتبه وكلنا نلاقي حل. ما حدا يقول انت يعني اذا طلعت عليها من منظوري انا كتاجر وانت كمستهلكه راح نضل احنا فريقين، لا، هذا الموضوع التجاره الالكترونيه لازم يكون فريق واحد. وين المصلحه العامه؟ انا بدي اياك تضلك تشتري وبدي سهوله التسوق ويكون يعني فارق معقول يا ستي. مو اصلا الخصومات اللي برا بتصير انا ما بقدر اسويها بالاردن، بس في المقابل ما بصير تقول التاجر خليه يدفع رسوم ويدفع لي ضريبه وضمان اجتماعي ويشغل شباب ويدفع ضريبه دخل ومبيعات ومالكين مستاجرين اليوم قلت لك نص البلد للبيع وللايجار، ودبر حالك وخليك واقف على رجليك. لا لا، وبدي مستثمر. اليوم شركات كبرى ماركات عالميه تركت ليش عنا السوق؟ تقول لك انا تحولت لغرفه قياس، بيجي بيان بتشوف اللي بدها اياه، بتشوف الليبل بتروح تشتري اونلاين. طب هذا استثمار؟ يعني المولات اجاراتها مرتفعه، المناطق عمان الغربيه حتى المحافظات، فاحنا اليوم في وضع خطير. لما نحكي غرف تجاره احنا ما لنا مصلحه، احنا مصلحتنا مصلحة عامة، فمش هيك بنتمنى اللي بناقش هذا الموضوع يناقشه من باب المصلحة العامة. اليوم بدك تضحك اليوم بتبكي بكرة، لما الشباب لا سمح الله اليوم القطاع التجاري أخت بيان بيشغل 486,000 شاب وشاب أردنية قد كل القطاعات كلها. طب احنا لو شو بدنا نضيف هذا العدد ولا ننزله؟ لما بتنبسطي لما تلاقي محل فلس وسكر ولا البيع؟ أعتقد ما بتنبسطي. طب اسألي ليش؟ حقنا على الحكومة اليوم تسأل حالها ليش المحلات بتسكر؟ ما الواجب على الحكومة اليوم لإنصاف المواطن وإنصاف التاجر؟ الحكومة عليها مطلوب منها كثير اليوم. مطلوب منها أن تقتنع أنه إحنا فريق واحد. إذا اليوم هي شايف أنه المركب إحنا مش بمركب واحد، لا، الوضع خطير. اليوم البنوك عليها دور والتجار علينا دور والحكومة والإعلام. اليوم يا أخوان وضع أصبح إحنا بنشوفه، ما نحبش نحكي يعني كثير توقعاتنا، لكن إحنا شايفين الوضع غير صحي، نسميه غير صحي، نلطف المصطلح. هذا الوضع غير صحي بتطلب من الحكومة الدعوة إلى مؤتمر إنقاذ اقتصادي عاجل، ما فيها مجال. بتسكري هاي القاعة عليك من غير إعلام، يحضر الإعلام بس ما ينشر، وكل واحد بيحكي، ما في أجندات شخصية وما في مصالح شخصية، كل واحد بحط على الطاولة مصلحة البلد. بنطلع بوصفة أردنية وليس وصفة تفرض علينا، وصفة أردنية. اليوم مطلوب من بيان هيك ومطلوب من خليل هيك ومطلوب من فلان هيك. نعم. قلت لك اليوم البنوك عليها دور، مؤسسات القطاع الخاص عليها دور، احنا علينا دور، الحكومه، الاعلام، المجتمع المدني، ما بصير كل واحد فريق. اليوم نعم. اليوم مش احنا بس بنشكك ببعض. نعم. اذا انا طلبت شيء انا على طول التشكيك موجود. نعم. طيب سيد خليل، يعني انتم رحبتوا بهذا القرار، ما الذي نعم ما الذي لكن انتقدتوه طبعا نعم. كخطوه بطريقه صحيحه، ما الذي ترونه مناسب لهذا القرار؟ حكيت لك مرة تانية إن تحفظات على موضوع الأرقام الوطنية
وعلى السقف 500 دينار سقف مرتفع جدا. 500 دينار معدل الأسرة الأردنية 6 أشخاص يعني بتحكي 3000 دينار سقف كبير معدل دخل الناس، على لأنه الأرقام الوطنية ستستعمل لي، لأن هناك في مواطن تاجر. خلينا نكون واضحين، أنا أعتقد أكثر من 80% من اللي بيشتروا أونلاين هم مواطنين تجار. طيب مين فينا بشجع التهريب والتهرب؟ خلينا نحكي بصراحة، أنت بتشجع التهريب؟ أكيد لا. بلدنا بحاجة لكل قرش، مش معقول فلان يكون ملتزم وفلان جنبه يكون. اليوم اللي بصير هذا كثير مش ناس بيستغل هذا الإعفاء وعامل تجارة من خلال بيتها من خلال مكتبها، تهرب ضريبي اللي هو اقتصاد الظل، جزء من اقتصاد الظل، تستغل الإعفاءات والأرقام الوطنية مستقف وعامل تجارة على الفيسبوك، بتجيب البضاعة هون والكل بيعرف واللي بيسمعني بيعرف. طيب هذا مش مواطن. أنا ما في رقابة على هذا الموضوع؟ ما في رقابة، في رقابة على الفيسبوك إلا على بس إطالة اللسان يمكن أو يعني الجرائم الإلكترونية، أما على تجارة ما في. وكلنا بنطلع ونشوف البضاعة الماركات مشتريها يعني بضعف السعر وواصل البيت هذا كلام مش ممكن يستمر. نعم. إذا إحنا بنخاف على البلد هذا كلام مش لازم يستمر. نعم. هذا لأنه المواطن اليوم بدور على 10 دنانير فرق في قطعة اليوم في بدلة أو في فستان أو في حذاء الله يعزك، راح ندفع ثمن بكرة كلنا أكبر بكثير من هيك. وأنا مش يعني بهدد لا سمح الله، أنا شايف يعني إحنا مطلعين على الأرقام، مطلعين على الوضع، مجرد تحذير، مطلعين على حجم اليوم المعاناة اللي بعانيها القطاع التجاري، قديش في شركات اليوم عندها مئات الموظفين مش قادرة تدفع رواتب. هذا كلام ما لازم أمر مرور الكرام. لما تقول شو الحل، لا الحكومة معنية اليوم تدعي اليوم قبل بكرة، كل الأطراف تقعد على طاولة واحدة، ودعوة ليست للاستهلاك الإعلامي أخت بيان. نعم. دعوة صادقة. مع هاي المنصة الإلكترونية بتعتقد أن المواطن سيستمر؟ طبعا هيستمر، الموضوع هيستمر. المواطن المواطن هناك عزوف ربما. لا لا شوفي، في ناس اللي يقول لك أنا سكرت المنصة، لا لا المواطن بهذا النسبة هيستمر، لأنه لسه في فرق كبير بين اللي بلاقيه بالسوق واللي بلاقيه أونلاين. هلا مين اللي راح يخاف من هاي المنصة؟ اللي هم التجار، المواطنين التجار، لأنه راح يصير في داتا عند الجمارك ودار تضرب تدخل المبيعات، في قاعدة بيانات إنه بيان وخليل قاعدين بيشتروا كذا. طيب هو أنت مصرح في دخلك تبع ضريبة الدخل إن كل دخلك 100 ليرة في السنة ولا 100 ليرة في الشهر، من وين جبت هون؟ هلا هو لو دخل باسم زوجته أو باسم ابنه، الأحوال المدنية بيقدر يعرف الضريبة إنه هذا الرقم وطني يعود لنفس العائلة. نعم. بس حكيت لك القرار بحاجة لمراجعة، لأنه اليوم إذا رجعنا ممكن نصلح عليه. عشان هيك بقول للحكومة أو إدارة الجمارك والمالية إنه ادعي كل الأطراف، إخواننا تبعون النقل السريع بيحتاجوا. طلبت يوم أمس بدعوة أصحاب الاختصاص وكل الأطراف المعادلة لقدم أنا بس نفسي أفهم ليش ما بشاوروش دون إقصاء لأي طرف، هل هناك طرف مقصى؟ يعني أنا مثلا الاجتماع اللي كنا فيه سمعت إخواننا اللي عندهم منصات إلكترونية الشباب المبدعين اللي وصلوا بقول لك ما ندعينا. عشان هيك بقول لك طيب النقل السريع ندعى، بس الصناعة يمكن ما ندعت، ندعى التجارة. عشان هيك بنقول ما تقص ولا طرف، لأن إذا المصلحة العامة بدنا إياها كل رأي بثر اللقاء، بالأخير بنخرج فيه وين مصلحة البلد مش مصلحة أي واحد. ما في صوت عالي اليوم على الدولة، ما في بقول القطاع التجاري والله ضغط ولا ولوبيات، حد حكي فاضي، هذا كان زمان. يمكن اليوم إحنا مندور وين مصلحة البلد، ولو أنا انظلمت بس لقدام أنا رح أستفيد، ما في قرار ضد الكل. عشان هيك أنا قلت لازم دعم جميع الأطراف، لأنه بصراحة يعني ربنا قال في القرآن وفوق كل ذي علم عليم، قد ما كنت أنت عندك علم سواء في الجمارك أو في الضريبة صاحب الاختصاص، وأنا عارض الواقع. نعم. بعد ما تطلع على هسه التعليمات في بعض المسؤولين ندموا قال لك والله مزبوط إحنا لو شاورناك في بعض الهفوات. طب ليش؟ لماذا لم يتم التشاور في مثل والله سألي سأليهم يعني سأل ضيفك العزيز بس يجي هذا مش بس في المنصة ما بعرف يعني، مع أنه يعني بتشوف بعض المسؤولين بعضهم غاية في اللطف وبكون في ود وكذا، لكن عند اتخاذ القرار نتفاجأ فيه. يعني هو بيخافوا نسربوا للإعلام، ما راح نسربوا للإعلام، لأنه أنا بدي لما يجي يطبق يكون قبل التطبيق. معظم القرارات بتم إعادتها وتعديلها بعد ما ممكن يعني فوات الأوان. عشان هيك بنقول إحنا لا نطلب أن نكون أصحاب قرار، نطلب أن نكون شركاء في المسؤولية. إذا بتقول لي إحنا في قارب واحد بدك تشاورني، يا بتقول لي أنت بطرف وأنا بطرف، لما بتقول لي شراكة حقيقية بدك تشاركني، يا بتقول أنا ضد القطاع الخاص. ما هو ما بزبط طلك بتصرحي بإشي وبتطبقي بإشي. نعم. الوضع اليوم أصبح وجوبا على الحكومة وجوبا على القطاع الخاص أن يتشاركوا للخروج، سميها عنق الزجاجة سميها المأزق ما بعرف، كل مرة بطلعوا لنا مصطلح جديد، لكن وضع خطير بيان. ويعني أنا بحكي في برنامج محترم وقناة محترمة، يجب أن نجلس على طاولة واحدة كل الأطراف بنية
الحل مش بنية التصوير أو الاستهلاك. نعم، بعد إطلاق هذه المنصة وهذا القرار هل تعتقد بأنه سينجح؟ والله أنا ما بشيش أونلاين. سيحقق الغاية المرجوة من. هلا شو الغاية المرجوة عند الحكومة؟ إنها تلبي مطالب القطاع الخاص، إحنا بنقولها ما لبيت مطلبنا، واضحين. إذا كان هدفها أو السبب، وأنا أعتقد إنه هي تحت، يعني هي تحت الضغط، يعني إحنا أكثر من كتاب ووين في كل مكان بنقولهم أنتوا حيرتونا، بتقولوا بدنا مصاري بتفرطوا في المصاري، عينك عينك أنا أحكيها بصراحة، كل ما أشوف وزير المالية بحكي لي بقوله أنت حيرتنا مع أبو أمجد، بتقول تقول في عندي تراجع الإيرادات وأمامك باب. ومش بس يعني اليوم حتى لو أنت نزلت الجمارك الحكومة ليش تقول لا؟ ما دام بتتدخل بيجيكي بتزيد إيراداتك، بزيد مبيعاتي، بشغل الشباب، بدفع لك ضمان اجتماعي، بدفع لك رخص مهن، ما هي كلها مش دولة، مش كلها نفس بتصب نفس المكان. هذا الأفق اللي بدنا يصير، لا تطلع أنت من زاوية ضيقة إنه إذا أنا لا بكرة لا لا جرب. اليوم أنت بوضع صعب، اليوم المريض اللي عنده مرض لا سمح الله كثير جرب أي دواء لو طعمه مر. إحنا مش راضيين نجرب، إحنا بندور على الإشي السهل وبنخجل نقول. أقول لك احنا لما اسباب الكارثه عندنا نخجل نعترف في الفشل، نعترف في الخطا. اليوم بتقول اللي بيفشل بحط فشله على شماعه الغير، وبعضهم بيقول عنا متشائمين وشعب بضل يتدمر وشعب. لا لا، الشعب ما بيشتكي من لا شيء. نعم. مزبوط في مزاج عام سيء، كلنا نعترف السوشيال ميديا مش كلها مضبوطه، لكن المزاج العام السيء من وين اجى؟ اجى من الاحباط. نعم. الاحباط اجى من غياب العداله، اجى من انه نعم وعود يعني وعود يمكن بطريقه غير مفصله. نتكلم عن الموضوع شوي بس. نعم يلا. لا سنتحدث بالتفصيل عن كيفيه تنظيم التجاره تمام. الالكترونيه، ولكن مشاهدينا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، أرحب من جديد أيضا بمدير عام الجمارك السيد عبد المجيد الرحامي. أهلا بك من جديد سيد عبد المجيد. يعني كنا نتحدث قبل الفاصل مع السيد خليل حول المنصة التي أطلقت والقرار حول موضوع التجارة الإلكترونية. تحدث وقال ووصف القرار بأنه التجارة الإلكترونية عبارة عن طوفان، وذكر بأنه لا شراكة ولا تشاور مع القطاع التجاري حول هذا الموضوع. تعليقك تفضل. أولا قبل ما أبدأ أشكرك أخت بيان على هذه الاستضافة، وأشكر تلفزيون المملكة على هذه البرامج المميزة التي تتابع الأحداث وتتابع هموم المواطن، وكذلك أشكر صديقي وحبيبي أخونا خليل الحاج توفيق على تواصله الدائم معنا حقيقة، هو يعني هو صديق مشاكس يعني يعلم ذلك ونلتقي دائما. دعني يعني خلينا أعرج أتكلم شيئا عن القرار. تفضل. ومن ثم سأعلق على أي شيء يعني تكلمه الأخرين. أولا القرار في الأصل فيه هو تشجيع التجارة الإلكترونية، الأصل بالقرار القديم تشجيع التجارة الإلكترونية، وجاء هذا القرار عام 2016. نعم. لغايات يسمحوا بإدخال البضائع معفاة من الرسوم الجمركية ومن الضرائب ومن الخدمات الجمركية، وهذه البضائع التي تعفى هي فقط 4 أنواع: الملابس والأحذية وألعاب الأطفال والأغذية. واضحة يعني. هذا الإعفاء جاء كما قلت لتشجيع التجارة الإلكترونية، وفعليا تشجعت التجارة الإلكترونية وأصبح لها سوق كبير في الأردن، وتقدر طبعا ضمن المعطيات الدولية أن التجارة الإلكترونية لعام 2016 اللي هي يعني عام التشجيع لهذه التجارة كان بحدود 289 مليون دولار. في لما 289 كانت في 2016، نمت في 2017، نمت في 2018، كان نموها عالي، كان عالي ومؤثر على التجارة التقليدية. احنا نتحدث الآن عن التجارة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية فيها بيع وشراء وقبض ودفع كامل، ولكن غير منظمة جمركيا ولا ضريبيا على الإطلاق. نعم. وعندك تجارة تقليدية، هذه التجارة التقليدية يمارسها التاجر الأردني، منظمة جمركيا ومنظمة ضريبيا ومنظمة يدفع رسوم فتح محلاته، بيدفع ضرائب، يشغل من العمالة الأردنية عنده، فهي منظمة بالكامل.
منظم كامل. حتى التجارة الإلكترونية نعلم أنها تشغل شيء من الأعمال الأردنية بالتأكيد يعني، حتى لا يعني لا نغمطها حقها. ولا فجاءت فكرة طبعا من شكاوى متعددة من الأخوة التجار، فكرة أنه لابد من تنظيم هذه التجارة وعدم تركها حتى تسيطر على السوق وتلغي ما يسمى بالتجارة التقليدية. لأن كثير من التجار كانوا يأتون إلي إلى مكتبي ويقولوا أنه إحنا يعني تحولنا إلى غرفة قياس. وهذه حقيقة نفس الكلمات سمعتها في اجتماعات مدراء الجمارك العالميين والجمارك الإقليم، أنه يعني التجارة الإلكترونية هيمنت على السوق العالمي، ليس فقط السوق الأردني، السوق العالمي نتكلم عن تريليونز دولارز تشتغل فيه التجارة الإلكترونية. ولذلك جاء قرار الحكومة. نعم، هذا القرار بما تتحدث به سيد عبد المجيد، هل تعتقد بأنه يساعد هذا القرار القطاعات التجارية على زيادة مبيعاتها في السوق؟ ماشي، خليني يعني ممتاز أشكرك. طبعا 100% راح أجاوبك وبكل صراحة. تفضل. ويعلم أني أنا صريح. التجارة، القرار جاء، خلينا حتى نذكر ما هو القرار، وحتى يعني حتى نعطي القرار أهميته لابد من مقارنته مع القرار السابق وعدم تركه، يعني مجرد ليس بمجرد قرار. نعم. الآن القرار السابق أربع مواد أعفيت، تستطيع أن تشتري بمئة دينار في كل مرة ومعك لغاية خمس مرات في الشهر على أن لا تتجاوز 200 دينار. مفهومة؟ أقول أشرحها مرة ثانية. نعم. أنت معك سقفك في الشهر 200 دينار، ولكن كل شحنة يجب أن لا تتجاوز 100 دينار، ويجب أن لا يتجاوز عدد الشحنات في الشهر الواحد عن خمس شحنات. نعم. أيهما أسبق يغلق حسابك. إذن إحنا بنحكي عن 200 دينار، 200 دينار ب 12 شهر بنحكي عن 2400 دينار. هذا القرار الإعفاء الأساسي. نعم. حتى نرى أهمية القرار الذي اتخذ لتعديل مثل هذا القرار وإلغاؤه، نرى إيش هو القرار الجديد. القرار الجديد يتكلم عن الإعفاء لمئة، ليس إعفاء، عندك شريحتين، شريحة من دينار لغاية 50 دينار تدفع خدمات جمركية ليست رسوم جمركية وليست ضرائب، إنما هي خدمات جمركية نتيجة الخدمة التي تقدم. نعم. إلى الطرود البريدية. وما لا يزيد عن 100 دينار بدفع عنا 10 دنانير. إذا إحنا الآن نتكلم عن رسم ونتكلم عن 100 دينار فقط لا غير في الشهر. نتكلم عن أمر ثاني هو السقف المسموح فيه خلال السنة. كم كان السقف المسموح في القرار الأول؟ 2400. نعم. القرار الجديد يتكلم عن 500 دينار. نعم. طبعا لما نقول 500 دينار نتكلم هو حاجة يعني الدراسات التي يعني انتهجناها وسألنا عنها وقرأناها في حاجة الإنسان الأردني في حدود ما بين 360 إلى 500 دينار في الشهر من لحاجته مشتريات عن طريق التجارة الإلكترونية. إذن الآن أصبحت عندنا تجارة كانت معفاة بالكامل وبمبلغ عالي. أصبحت عندنا الآن تجارة ليست بمعفاة وبمبلغ أقل، سقف أقل. إذن هون صار في فارق كبير ما بين الحالتين، الحالة الأولى والحالة الثانية. كيف سؤالك أنت، هل هذا يستطيع أن نساعد نعم القطاعات أن نزيد مبيعاتها 100% مباشرة في السوق؟ طبعا 100%. الآن نتكلم على القرار الأول. القرار الأول ماذا فعل؟ لم تكن هنالك رقابة على السقف 2400 دينار، لم يكن هناك حقيقة رقابة لأنه ما في منصة إلكترونية تدخل أسماء الناس ومتى جبت وإنت هذا، ولذلك ما كان في رقابة. فتحول عندنا كثير من المواطنين ما يسمى بالمستهلك التاجر. ماذا أقصد بالمستهلك التاجر؟ بمعنى أني أنا أصبحت الآن أشتري بحدود 100 دينار، طبعا كل مرة بشتري 100 دينار، بدخل هذه البضائع إلى الأردن بعيد بيعها إلى المواطنين. إذن هو بدل ما هو مستهلك أصبح تاجر. نعم. الآن القرار الجديد منع مثل هذا الأمر. القرار الجديد الآن بده عندك منصة إلكترونية، بدك تدخل على هذه المنصة الإلكترونية رقمك الوطني معلوماتك كاملة وتأخذ بسقف 500 دينار. إذن إحنا حمينا التاجر الأردني من المستهلك التاجر. نعم. من المستهلك التاجر. نعم. وهذه نقطة مهمة جدا. نعم. يعني سيد عبد المجيد، أنت تتحدث بشكل عام عن القرار وتفصيلاته، لماذا لم يتم التشاور مع القطاع التجاري؟ مستحيل، إحنا ما
معقول احنا شركاء؟ هكذا يقول. يعني هو بيقول هو وما قاله انا لا استطيع اقوله، بس انا عندي انا خلينا اتكلم عن يعني تاريخ هذا القرار كيف بدانا فيه. لا طيب اضحك بس انا دوري تتركونا خلينا نحكي هيك باريحيه بلاش طبعاً. يعني سواش رسميات خلينا يعني نسجل احنا بنقول الحمد لله على السلامه مشوار رمثا الله يسلمك حبيبي يعطيك العافيه. اول شيء حقيقه انا بحكي عن نهايه شهر 2018 ابتدانا في مناقشه التجاره الالكترونيه، مناقشته مع الاخوه. طبعا خلينا نتكلم من 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 هو المتأثر، من المتاثرين من هذه القرارات؟ نعم. خلينا نكون واضحين يعني. نعم. المتأثر الأول شركات النقل السريع، المتأثر الأول. المتأثر الثاني التجار. المتأثر الثالث مستهلك. الغائب ويجب أن يكون عنه بديل اللي هو الحكومة، اللي هو المواطن. المواطن يعني لأنه هذا حقه بده يشتري. نعم. فكان هذا النقاش يتم مع، طبعا أنا أؤكد لك أنه في نهاية 2018 تم المناقشة مناقشة هذا القرار مع الأخوة بالشركات النقل السريع، تم مناقشته مع الأخوة عديد من الأخوة التجار اللي كانوا يراجعوني أنا، ونجلس بجلسات للمناقشة، وحصل حتى اجتماع مع شركات النقل السريع وحتى المخلصين فيما يتعلق في إطار هذا القرار. نعم. في القرار لما كان لابد من اتخاذه وتنفيذه، تم إرسال كتاب إلى غرفة التجارة وقلنا لهم يا أخوان بغرفة التجارة هي في عندنا قرار، عندنا قرار سيتخذ فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، لو سمحت في عندنا اجتماع احضروا. والكتاب طبعا صورته معي. نعم. يعني سأعطي. نعم. إذا سأزوده كيا وراح أزوده لأخي وحبيبي خديد. نعم. كتاب أول بشهر 7 وكتاب آخر بشهر 8، وطبعا نعم. القرار اتخذ في تقريبا في نهاية شهر 8. نعم. إذن سيد خليل، يعني هناك من يقول بأن المستهلك لن يتخلى عن سلوكه الاستهلاكي بسهولة وسيتكيف بمرور الوقت مع زيادة التكاليف، لأنه دافعه في النهاية هو قناعته بجودة السلع الأجنبية. يعني هل تؤيد هذا الكلام؟ بس لازم أكيد لازم ترد. بعد بس ما أنساش. تفضل. الدكتور احنا ما قلنا ما في لقاءات بين الدارس الجمارك والقطاع التجاري، احنا نحكي هذا القرار. الدكتور الدعوة اللي جتنا لما راحوا زملائنا في محضر اجتماع يعني حضروا لإبلاغ إبلاغهم القرار، ولم يتم التشاور معنا في اتخاذ قرار المنصة. أنا أشكرك والخمس يعني كان القرار صادر طبعا. نعم. صادر قبل أيام من مجلس الوزراء والإخوان. تفضل. نعم. كتب كمان لا لا أنا هي بشهر 7 مش بشهر 8. القرار اتخذ قبل أيام من مجلس الوزراء بتنسيب المزيد المالية لحضور الاجتماع الذي سيتم عقده لدراسة المقترحات المقدمة. يعني هو قبل ما يبت بهذا القرار اللي هو 14/7. ويعلم يعلم جيدا. احنا بعدنا أكثر من كتاب دكتور إلك ولوزارة المزيد المالية، ما منقول لا هذا الحل وهذا القرار تخذ دون تشاور مع قطاع التجاري. وإحنا اليوم مش هنقعد بالحلقة نضلنا، لكن أنا بقول لك وأنا سمعت كلامي إنه في لقاءات وفي مجلس شراكة وبابك مفتوح دائما، ما حدا بيقول لا. لكن هذا القرار، ولذلك زملائي اللي يجوا حضروا، واحد عن غرفه الاردن واثنين عمان، سجلوا تحفظاته بالاجتماع انهم فوجوا. احنا بنقول بدنا حل، وانا قلت قبل ما تيجي عطوفتك من الرمثه انه هاي خطوه على الطريق الصحيح، واحنا هاي بدايه جيده، لكن القرار غير كافي لا يحق العداله. خلينا نكون واضحين يعني، يمكن انت ترى بدي بدي اناقش لا يحق العداله هذه، لا بديش اعدي له اياها. طيب بعد ما اجاوب نعم. اليوم في ظل وجود جمارك وضرائب رسوم مرتفعة تصل إلى 50-60%، سيبقى المواطن يلجأ إلى التجارة الإلكترونية. وبرضه حتى لو الحكومة حطت 50% جمارك على المنصة أو رسوم جمركية بسموها الحكومة الشاطرة في الرسم، خدمات جمركية، خدمات عشان يهربوا كلمة ضرائب، لا ضرائب 2019. التجارة الإلكترونية لن يستطيع، أنا سميتها بداية الحلقة طوفان، هي طوفان زي ما حكى الباشا. اليوم حوالي 3 تريليون في العالم، راح يصير 2021 5 تريليون، يعني شيء رقم اكبر من طاقتنا. نعم. لذلك انه احنا لازم نتحوط. اذا بنضل نحكي لا احنا قيدنا التجاره الالكترونيه وزعل اخواننا تبعونا للاي تي، لا احنا بندمر بلدنا بايدينا. نعم. عشان هيك نعم. لازم تنظيم هذا الناس رح تضلتها خد، لانه مش كل شيء بالسوق الاردني عفوا موجود. نعم. يعني نعم. في وفي مغريات، يعني الخصومات اللي بتصير برا وقوه الشركات الاجنبيه والاسعار بتنزل خاصه في المواسم، ما بستطيع تاجر اردني حتى ينافسها، حتى لو انك انت سويتيهم بالضرائب. نعم. إذن سيد خليل دعونا مشاهدينا نأخذ هذا الفاصل ونتابع الحوار بعده.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعود إليك سيد عبد المجيد، يعني هناك من قال بأن قرار الحكومة ما هو إلا تقييد وحصار على الأسر الأردنية ومحاباة أيضا للتجار على حساب المواطن، كيف ترد على هذا الكلام؟ طب قبل ما ارد هذا الكلام خليني ارد على ان هل في يعني لا يحقق العداله هذا القرار. خلينا ارد تفضل على الكلام لانه تفضل. انا هو حقيقه يعني لا اخفي علي اخونا الخليل انه وصلنا من التجار انه يعني بدهم 35 ل 40 دينار يضاف على الشحنه الواحده. طبعا انت كحكومه انت تنوب عن المواطن حتى تدافع عنه. الآن لما تحكي عن 35 و40 دينار على شحنة مكونة من أحياناً ب10 دنانير بتدفع عليه 35 دينار أو 40 دينار كثير، ولذا كانت الحكومة ارتأت أن يكون المبلغ من 5 دنانير و10 دنانير، طبعاً حسب الفئة اللي احنا تكلمنا عنها، نتحدث احنا عن المبلغ مقطوع ولا نتحدث عن النسبة. وهذا يعني خلينا أنا أتكلم فيه حتى يكون الأمر واضح. ما الفرق؟ طبعاً فرق كبير. الآن خلينا أضرب لك مثال. تفضل. الان بده اي 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 تاجر بده يستورد من الصين فرضا يستورد احذيه، قول لي ما هو متوسط الحذاء اللي جاي من الصين تقريبا؟ يعني لو بدنا 30 دينار لا لا دينار. احنا نحكي عن دولار لانه راح يجينا بالدولار. عاده احنا ننزل على السوق انزل روح عجب الحسين روح على اي مكان ستجد احذيه ب 10 ليرات و 15 ليره، يعني موجود الاحذيه بهذه الاسعار. يعني لو تكلمت اختي الكريمه عن الحذاء هذا ب 20 دولار من بين شحن وبين نقل حتى وصلنا عندنا 20 دولار، الان احنا بدنا نضيف عليه الرسوم الجمركيه والضرائب. نعم. الرسوم الجمركيه والضرائب هي من 20 الى 30% ويضاف الى 16% اللي هي ضريبه المبيعات، يعني نتكلم خمس خدمات يعني نتكلم من 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 ست من 40 بحدود متوسطه، خلينا نحكي عن المتوسط. نحن المتوسط 40%. الان اضربي لي 40% 40% ضرب 20 تطلع كم؟ 8 دولار، اللي هي 8 دولار في 7 بتحكي 5 ليرات وشويه. اذا احنا الان نتكلم انه تقريبا نفس يعني وكاننا نحكي عن نفس الشيء. هذه واحده نقطه، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه وذات الاهميه الاكبر، نتكلم عن مبلغ هم الان بيقولوا لك انه 5 على ال 50 يعني 10% صحيح؟ نعم. لكن هي حقيقه الخمسه ليست على ال 50، هي الخمسة من الدينار إلى الخمسين. إن إذا أنت اشتريت بعشرة دولار 10 دنانير بدك تدفع 5 دنانير. إذا اشتريت ب 40 دينار بدك تدفع 5 دنانير. إذا اشتريت بدينار بدك تدفع 5 دنانير. لو إحنا لو رحنا للناحية العلمية الآن تكرار يعني شغل الإحصاء وأعطينا كل رقم من 1 إلى 50 تكرار واحد يعني نفسه، يعني إني أنا في اللي اشترى بدينار واحد واللي اشترى بدينارين واحد وهكذا حتى وصلنا ل50 واستخرجنا متوسط. إيش هو المتوسط راح يكون عندي أنا؟ راح يطلع عندك متوسط حوالي 25 بدل 50، راح يطلع عندك 25 أو 25.5 تقريبا إذا بدك يعني بطريقة رياضية وحسابية. إذا إحنا الآن نتكلم 5 دنانير على 25 وكأنه النسبة بدل ما اقول انا النسبه فعليا 10% النسبه حوالي 20%. نعم. يعني اذا بدك تاخذها من حيث كنسب، ولذلك من حيث الارقام وهي اذا كنا نؤمن احنا الان بدنا نخدم اقتصاد ونخدم تجاره الا نبدا بما هو عال حتى احنا يعني لا ننفر من يعمل بالتجاره الالكترونيه ولا نزيد كاهل المواطن ولا نحابي محاباه تامه للتجار. يعني الان هذه معادله كامله يجب ان تعدل ما بين كل 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 الاطراف، ولذلك جاءت الخمس دنانير والعشر دنانير في واقعها كخدمات جمركيه مبدئيه تدرس خلال الاربع اشهر القادمه، يعني انت الان من هنا حتى نهايه العام ستدرس هذه ستدرس نتائجها. لو كانت الدوله كما يقول بعض انا بقرا بعض الصحف، لو كانت الدوله تبحث الى تحصيل او زياده ايراداتها من هذه التجاره لكان راحت مع التجار وحطت 35 دينار. نعم. ولكن الدوله هي تبحث على تحقيق العداله والتوازن ما بين تجارتين، التجاره الالكترونيه والتجاره التقليديه، واحقاق الحق للمواطن. حتى المواطن كنت انا اقابل بقول له يعني 5 دنانير 10 دنانير والله انتم تتكلموا شيء معقول. معقول. نعم. معقول. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الان انت تؤثر باضافه اي رسم على نفسيه المستهلك. كيف الان انا بدي اشتري، يعني الان اي ابني وابنه وابن اي واحد بتلاقي هو يعني بتليفونه فتح على الامازون ولا علي بابا ولا اي موقع الكتروني شاف شغله هيك حلوه عجبته ب 20 دينار مباشره تك تك تك
ولا هو روح شاريها. الآن الأمر تغير عنده، الأمر تغير يقول أنا لا مش 20 دينار، هذا 25 دينار. هو هذا راح يكلفني 25 دينار. إذا الآن راح ينطلق بتفكير آخر، يقول طيب هذه القطعة اللي أنا بدي أشتريها لو نزلت على السوق هل تكلفني 20 أو 25 دينار؟ هو الآن صار عنده الآن دافع أن يبحث عن البديل الأفضل. نعم. من حيث السعر. نعم. على البديل الأفضل. هذا صحته الآن المواطن بده يدفع 15 دينار، ولكن حققنا له أمر مهم جدا هي المنافسة. حققنا له المنافسة، لأنه الآن التاجر اللي موجود في عمان واللي موجود في السلط واللي موجود في إربد وعجلون والرمثة في كل مكان الآن لا ينظر فقط إنه المنافس له التاجر اللي في المدينة الثانية أو بجانبه، سينظر إنه في عالم كامل اللي هي التجارة الإلكترونية منافسة له. نعم. حتى أزيدك من الخبر بيت أو من الشعر بيت. من الشعر بيت. لعلمك بعض المواقع اللي الآن يشترى منها، عارف ماذا فعلوا الآن وبلغوا أولها حكاه خفضوا الأسعار. خفض إذا الآن من انصب له صالح من؟ لصالح المواطن. خفض بدك الأكثر، يقول لك أنا بدي حتى أعطي المواطن الأردني. كيف حميت أنا كتاجر؟ لا أنا حميتك، ظل الحماية موجودة ما تغيرت. أنت الآن مطلوب منك يا أخي يا خليل، مطلوب منك أن تقرأ المنافسة على واقعها الحقيقي والموجود. لا تقرأ منافسة جبل الحسين مع جبل عمان أو دكان أبو محمد مع دكان أبو خليل، لا، بدك تقرأ منافسة مع علي بابا، بدك تقرأ منافسة مع الأبي، وبدك تقرأ منافسة مع المواقع اللي يشترى منها. إذا أنت الآن الأصل أن تتوجه إلى الشراء الأفضل من حيث الكواليتي، بدك تتوجه إلى السعر المقبول عند المواطن، ومن ثم تقدم للمواطن بربح مقبول، تقدم يتأكد إذا تقدم. هل ممكن أن نشاهد ذلك في أسواقنا؟ نتوقع إن شاء الله. يعني إحنا طبعا في تواصل مع أخواننا. نعم. بالغرفة التجارة وسنقرأ يعني هذا القرار اتخذ، سيقرأ هل أثر. طبعا رغم أنه في الأيام القادمة إلا في أعياد أخواننا المسيحيين، يعني ممكن يجي بشهر 12 وهذا يعني ممكن، ولكن ستقرأ الأيام القادمة. الأيام القادمة هل هنالك أصبحت حركة؟ هل هنالك شيء من التخفيف؟ طبعا من الطرود البريدية. نعم. يتم متابعتها طبعا. نعم. نتمنى أنه يعني وصلتك إجابة السيد عبد المجيد على موضوع العدالة، عدم تحقيق العدالة في هذا الموضوع. إذا عندك أي تعليق تفضل. لو سمحتي لي أختي، الدكتور يعني حكى انه الحكومه بتنوب عن المواطن، ما هو التاجر مواطن كمان، يعني ما حد يعني. واول حلقه حكيت لك نتفق انه التاجر مواطن عشان نعرف نحكي مع الحكومه كيف، او مع الاعلام او مع الناس. اليوم الدكتور جاب مثال اللي هو يعني ذكي، انه 20 50 دولار او 20 دولار خلى الخمس دنانير بتشكل قريب نفس الجمرك. لا دكتور، احنا مشكلتنا مش مع المستهلك المواطن زي الاخت بيان مثلا، احنا مشكلتنا اللي حكيتها عطوفتك مع المستهلك صار تاجر. أن هنا وذكي. لا هو بيشتري بخمسين دينار إلا قرش، وبيشتري بمية دينار بحيث تطلع النسبة الرسمي اللي حطوه هو 10%. فما زلت أنا اليوم هو بدفع 10% وأنا بدفع 50%، ما في عدالة. اليوم بتقول لي ما بقدر أرفع مرة واحدة، لا ما الحكومة حترفع يعني، معلش اليوم رفعت تاني حتكون عليك صعبة. اليوم رفعت أنت حطيت خمس دنانير خدمات جمركية اللي هي بعد أربعة أشهر ما حتقدر ترفع دينار، حتقوم الدنيا عليك. لو أنك أنت درست الموضوع بالتشاور معنا مع كل الشركات اطراف المعادله ونوب عن المواطن يا سيدي، عن المستهلك، معنا مشكله مع اخونا المستهلك، انا راس مال المستهلك، كان لقينا حل فعلا يضمن. انا ما بدي تحط علي نفس الجمارك. طب بس انت فكر باعفاء، انت ليش ما فكرت بتخفيض الجمارك والضرائب علي؟ خلي الجاب يكون بسيط. فاليوم بتقول لي يعني نغير الاسلوب، اكيد اليوم التجار عارفين، وحكيت انا اول حلقه انه علينا دور، يجب أن التاجر الأردني يعرف أنه ما راح يضل يستنى غرفة تجارة دافع عنه وضل قاعد أكيد. واليوم الفيسبوك ما بكفي، فيه منصات إلكترونية فيها حرفية وطريقة عرض يعني، وفي شركات أردنية اليوم مستعدة تقدم الخدمة مجانا، هذا الشيء جانب. لكن اليوم اللي صار باشا بحاجة لمراجعة سريعة وليس بعد أربعة أشهر. ليش؟ لأنه مش سهل أنك تستنى أربعة أشهر، وضع صعب. قطاع الألبسة عندنا 13,000 محل في عمان أو في المملكة، كلهم إخواننا وبشغلوا شبابنا مزبوط. اليوم هذا شيء عالمي، لكن أنا بتمنى ويعني أعتقد أنه حكينا مع معالي الوزير، بعثنا دولة الرئيس كتاب أنه طلبنا، وإحنا بالأول ما قلناش حطوا 40 دولار، يعني كان إحنا طلبنا بالعدالة. نعم. ولا نطلب هاي الباشا أنه وقفوا التجارة الإلكترونية،
بالعكس هذا موجود بتسكت. لا احنا ولا الحكومه تقدر توقفه. نعم الناس تتهم بيقول لك لوبيات وضغطوا. لا ما ضغطناش، انا حقي طالب اني انا حدا حمايه، ما هي الدوله مش بس للشركات الطرود البلديه او النقل السريع. نعم. الدوله للكل، الباشا جزء من الدوله، القطاع الخاص من الدوله، وانت جزء من الدوله، بالتالي ما حدا يحجر علي حقي اني اطلب بحمايه التجار اللي بيدفعوا ضرائب وشغلوا الشباب وبيدفعوا كل اللي عليهم. في المقابل مين بتهرب باشا قاعد بيستفيد من الاعفاء؟ الشركات العالميه، عشان نوضح للناس، الناس بتفكر انه اللي بيستفيد من الاعفاء، لا، الاعفاءات بتروح لشركات امازون ولعلي بابا واي بي وكذا، صح؟ فانا كيف دوله لما حطت رسم على هذه، او الحكومه حطت رسم على هذه الشركات، صار اتهام من التجار اللي بيستفيدوا، كيف بيستفيد التجار؟ انا بدي تعفي المواطن وتعفيني انا. نعم. ووقف التهريب، وقف التهرب، لانه هذا جزء من اقتصاد الظل اللي بصير قاعد اليوم في التجاره الالكترونيه دكتور، مش كله للمستهلك، معظمه بروح للتهرب والتهريب، بدفعش ضريبه الدخل، ببيع على الفيسبوك. يعني ما هي هذه اللي النقطه اللي حكيت انا حكيتها. انا حكيت قبل تيجي، انا قلت لك انه المستهلك التاجر انتهى. لا انتهى الان ان شاء الله، انه له سقف، له سقف 500 دينار ما راح يقدر يزيده حتى يعني كان كانت له مره واحد له لحاله وغير مراقبه. عندي سؤال، غير مراقبه، عندي سؤال بس انا كنت اسال قبل ما اعطيتك بالرمثه، في رقابه على الارقام الوطنيه الان؟ طبعا. لو اليوم الاخوان المغتربين صار في واحد بعطي قرابته هون ارقام يستعملها وعائلته، كيف الرقابه عليه؟ انا هذا سؤال محيرني الان. هو الان الحق بالرقابه، عندك الان رقم الوطني، تمام. عندك رقم القيد المدني تمام. هذا الرقم الوطني. انا عايش في الخليج واعطيت ابن عمي كل ارقام وتتعلم. تحكي انت يعني في رقابه على امور الان؟ الرقابه هي مربوطه مع دائره الاحوال المدنيه طبعا، يعني طبعا يعني كل المعلومات تيجي بالكامل. اتمنى تاخذ هذه النقطه بعين الاعتبار، لانه هناك في ستأخذ يعني الاف. بس اخ خليل، احنا نتكلم عن مبالغ كبيره كانت بلا رقابه ومبلغ قليل برقابه يا اخي. طب شو بالنسبه لرقابه مواصفات وزي ما بتطبق عليه التقليد؟ ما يعني لا يتغير كل الاجراءات اللي كانت تتخذ سابقا تبقى ما في رقابه على الطرود باش. الطرد الشخصي، الطرد الشخصي اذا كان في، لا اذا كان غذاء دواء طبعا لا شك في عليها رقابه، انما الامور الاخرى التي بتشتبه فيها، اما رقابه زي ما بتراقب عليك تاجر على كل شحنه ما فيه. موجودين جماعه الغذاء والدواء، موجودين جماعه المواصفات والمقاييس كلهم، ولا بد من الاجازه، لا تترك هذه الامور. نعم يا اخوان، خلينا نتكلم، فكروها الان الامور هيك لا، كل طرد بده يمشي تحت الاكس راي ويبين انه في مشاكل ولا ما في مشاكل. نعم. واذا كان في، طبعا انا احكي لك، يعني الاكس راي ما بجيب باشا كوبي ومش كوبي، انا فاهم عليه، او تزوير ما بجيب الكوبي طبعا. هو انا قصدي زي ما بتطبق علي من باب العداله. نعم. حقي كتاجر اليوم بخضع على رقابه الجمارك وبخاطبوا الشركات برا والمواصفات. نعم. بتلفوها. لا هو انت الان انت بتحكي، بتحكي عن قطعه، واحد جايب له بنطلون مثلا، قطعه واحده زي واحد كان عايش برا ولابس بنطلون وجاي، ما اختلف. انا ما بحكي، احنا الان اذا 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 استطعنا ان نحمي التاجر من التجاره الالكترونيه بالمعنى انك اني انا بصير اجيب برا، باخذ كل الاعفاءات واصير اتاجر، واصير انا هون المشكله. ولكن واحد اشترى زي، يعني هذا امر سلاح شخصي ما بضرنا. الشخص لما يجيب المواطن أشكر. احنا بنخاف ان يجيب، بس انت عارف احنا يعني الان احنا اذا اتفقت انا وياك الان، اذا استطعت وطول عمرنا متفقين ان شاء الله، اذا استطعنا ان نحارب المستهلك التاجر، يعني ان الان انا ما بجيب حتى البس، انا اجيب حتى ابيع، هذا اذا استطعنا البيع بس يدفع الضرائب اللي بدفعها بسجل رسمي ياخذ رخصة مهنة. سيد عبد المجيد، يعني هناك من يقول بانه هذا القرار ضريبه وليس بدل خدمات جمركيه، وتم تغيير التسميه بناء على ذلك، هل تتوقعون انخفاض الطرود البريديه عقب هذا القرار؟ نعم، انا اتوقع انخفاض الطرود البريديه بالتاكيد، لانه كيف بدنا تنخفض؟ الان انا بدي اشتري شغله ب 10 دنانير، انا ما راح اشتري ب 10 دنانير وادفع عليها 5 دنانير. وعائدات الدوله بعد هذا القرار ممكن توقعات، يعني انا حكيتها بجوز انت، يعني لما قلت انه كانت الدوله لما فرضت الخمسة والعشرة ما كان الان مقصود فيها الدوله بدها تزيد حصيلاتها من المواطن. نعم. هي كانت عمليه تحقيق شيء من التوازن، شيء عيدها مره ثانيه، شيء من التوازن ما بين التجاره التقليديه والتجاره الالكترونيه. الخمس دنانير طبعا الان، هذه الخمس دنانير هذه برضو ايراد جديد، يعني راح هي مش ضريبه، هي خدمات جمركيه. نعم، خدمات جمركيه. نعم باشا، عندي بس انا اتوقع انه عدد الطرود راح يتراجع 100%، بس قيمته راح ترتفع، يعني راح يلتفوا شوي بعضهم على القرار انه يزيد عدد القطع في الطرد حتى يوصل السقف وضل ياخذ فعل خمس ليرات. بحكي لك، انا بحكي يعني كيف ممكن معالجه ما ستتحدث به سيد خليل، كيف ممكن معالجه هذه النقطه؟
عفوا تحديدا التي تحدثت عنها ما بتقدر تعالجيها الا بعد فتره لما يصير قاعده بيانات عندها وروحوا يحسبوا ضريبه الدخل. لا يجوز يا بيان اليوم انا انا ادفع ضريبه الدخل وانت ما تدفعي. شو تحكي عداله اليوم؟ انا تاجري واحنا مع الشباب تصير تشتغل على يعني احنا هذا مجال شغل. اليوم في من المنازل اليوم في المطاعم ليش تراجع مبيعاتها؟ جزء كبير اليوم بنباع على الفيسبوك من البيوت. نعم باقي انا بدي سؤال بدي اسال الالكتروني الداخلي. نعم باقي من الوقت بس حكيلك انا بس غير الباشا اذا سمحت لي سيد حليم. نعم باقي من الوقت يعني دقيقتين فقط على نهايه الحلقه. سؤال اخير لك سيد عبد المجيد، يعني خبراء تحدثوا بانه هذا القرار يتناقض مع استراتيجيات الحكومه التي تقوم على تمكين ثقافه الحكومه الالكترونيه، تعليقك على ذلك؟ استغرب يعني ان يكون هيك، بالعكس يعني هي الان لو كان هذا الكلام صحيح كان الحكومه بدل ما تفرض 15 دينار هي بدها توقف التجاره الالكترونيه. بالعكس احنا لما نفرض الرسم القليل على المواطن، اول شيء تخفيف على كاهل المواطن والابقاء على تشجيع التجاره الالكترونيه وتحقيق شيء من العداله للتاجر المحلي. ولذلك يعني ان تكون الحكومه ضد تشجيع التجاره الالكترونيه، بالعكس الحكومه هي تشجع التجاره الالكترونيه، ولكن التجاره الالكترونيه المنضبطة المنظمة وليس التجارة الإلكترونية غير المنضبطة وغير أشكرك المنظمة. مدير عام الجمارك عبد المجيد الرحامنة، والشكر موصول إلى خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة عمان. إذن مشاهدينا انتظرونا الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من حكومة الظل. إلى اللقاء.